فالغراض تضوتنقى حسين يا رب لنا الخلقا طهر غفنا يحيي لزقا فيت على الحسن العبقى فالأرض تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهر غفنا يحيي لزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق فيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهر غفلا يحوي لزقا ربنا رب القلوب وهو علام القلوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأصاب ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب Terima kasih.